نعود لنتابع مرة أخرى هذه الصور المباشرة من العاصمة الاسكتلندية إدنبرا، حيث يصل الملك تشارلز الثالث في هذه الأثناء لحضور مراسم تأبين الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر هذا الشهر. إذن هذه صور مباشرة كما ذكرنا من إدنبرا، تحديدا بالقرب من كاتدرائية سان جيل التي تحتضن نعش الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية في انتظار وصول الملك تشارلز إلى الكاتدرائية بعد أن وصل فعلا قبل ساعتين من الآن إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرا. كان طبعا قد نقل النعش الملكي في ظهر اليوم في موكب ملكي، أو الآن ينقل نعم في هذا الموكب في هذه اللحظات. طبعا حسب التقاليد الملكية البريطانية سينقل النعش الملكي في هذا الموكب بصحبة الملك وأعضاء العائلة البريطانية المالكة. نتابع هذه الصور إذن كما ذكرنا المباشرة والتي تأتينا من إدنبرا العاصمة الاسكتلندية، وهذا هو الموكب الذي ينقل فيه النعش، نعش الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية بعد أن وصل الملك تشارلز الثالث إلى إدنبرا. كان ظهر اليوم قد تبعناه في كلمة ألقاها داخل قصر ويستمينستر في لندن، توجه بعد ذلك إلى اسكتلندا لحضور مراسم تأبين الملكة إليزابيث الثانية. وهذه صور إذن لنقل نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية من قصر هوليرود هاوس، وربما يتوجه هذا الموكب الآن إلى الكاتدرائية، كاتدرائية سانت جيل بصحبة الملك وأعضاء العائلة المالكة لتأبين الملكة إليزابيث، والتي ستسجى لمدة 24 ساعة في